حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من أنباء عدن، الحوثيون يحتفلون بعيد الفطر في مقابر قتلاهم. من موقع بلقيس، رياضة الفروسية في اليمن عودة من تحت ركام الحرب. ومن البي بي سي، نواب البرلمان في السويد ينامون في منازل ضيقة ويدفعون مقابل قهوتهم. أهلا بكم. في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، واصل قناصو ميليشيا الحوثي في تعز استهداف المواطنين، حيث قتلوا عددا من الأطفال وفقا لعنوان موقع المصدر أونلاين. الطفل الثالث خلال 24 ساعة. قناص الميليشيات يفتك بطفل في الثالثة من عمره شرق تعز. وقال الموقع: قتل طفل وأصيب والداه برصاص قناص الميليشيا الحوثية مساء الأربعاء شرقي مدينة تعز. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن الطفل محمد عماد عبد الجبار 3 سنوات قتل وأصيب والده وأمه برصاص قناص ميليشيا الحوثي المتمركز في تبة السلال شرق مدينة تعز. وتأتي واقعة مقتل الطفل محمد عماد بعد ساعات معدودة من مقتل الطفل عمرو يعقوب علي محمد 13 عاما برصاص قناص ميليشيا الحوثي في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز. ويعد هذا الطفل الثالث الذي قتل برصاص وقذائف ميليشيا الحوثي في تعز خلال 24 ساعة الماضية. وهل هناك مكان آخر يمكنهم الاحتفال فيه ومنحه الكثير من الاهتمام؟ فوفقا لموقع أنباء عدن، الحوثيون يحتفلون بعيد الفطر في مقابر قتلاهم. ووفقا للموقع، فقد احتفل قادة ميليشيا الحوثي في أيام عيد الفطر بالمقابر، حيث قاموا بمعايدة قتلاهم في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ووفقا للموقع، فقد غطت وسائل إعلام الميليشيا زيارات عدد من قيادات الحوثيين لمقابر قتلاهم الذين لقوا مصرعهم خلال هجماتهم على المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد. يتابع الموقع: أنشأ الحوثيون مئات المقابر في عدة محافظات حيث يقومون بدفن قتلاهم، ويسمي الحوثيون تلك المقابر برياض الشهداء. عن مدينة عدن التي تعود إليها الحياة تدريجيا وشهدت أيام العيد احتفالات ومهرجانات، كتب عادل حمران مقاله المنشور في عدن الغد. في يوم الثلاثاء الموافق للسادس من أكتوبر 2015 هز 3 انفجارات ضخمة مقر الحكومة الشرعية بفندق القصر غرب العاصمة المؤقتة. وتبنى تنظيم داعش التفجيرات التي نجا منها نائب الرئيس اليمني خالد بحاح وأعضاء الحكومة الشرعية، وعرض التنظيم صورا للانتحاريين الذين نفذوا الجريمة. تذكرت ذلك اليوم الأسود الذي كانت فيه الحكومة لا تأمن على البقاء في عدن أياما قليلة فقط، وكانت العاصمة تنام على جرائم اغتيالات وتصحو على سيارات مفخخة. وكان البقاء في عدن يعد تضحية واستبسالا، خصوصا حينما هرب الآلاف خارج المدينة وتركوا عدن تواجه مصيرها وحيدة. سقطت وتعثرت كثيرا لكنها انتصرت أخيرا. كثيرة هي المواقف التي لا يتسع المجال لذكرها الآن، لكنها تشرح تفاصيل مفارقات عجيبة وغريبة قد لا نصدقها اليوم. كانت ضريبة إعادة الحياة إلى جسد المدينة المنهك باهظة، لكنها عدن ولأجلها يرخص كل شيء. تذكرت كل المواقف حينما عجزت عن الوصول إلى ملاهي عدن. ازدحام الناس كان من جولة السفينة إلى أمام بوابة الملاهي. مئات الشباب والفتيات والأطفال وعشرات الأسر نزلوا من المركبات ومشوا إلى الحديقة. الشواطئ والسواحل أيضا مزدحمة بالزوار. شعرت بالسعادة وأنا أشاهد الناس تتحرك والابتسامة عامرة على جبينهم رغم بؤس الواقع وغلاء المعيشة. يجب أن نعرف بأن الأمان الذي نشعر به هناك أناس سهروا لأجله. أنت تخرج ممسكا بأهلك وأسرتك وغيرك صامد تحت حرارة الشمس قابض على الزناد. نطالع من تقرير خاص بقناة بلقيس والذي عنوان: رياضة الفروسية في اليمن عودة من تحت الركام. وقال الموقع: إن صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات شهدت بطولة الفروسية التي شارك فيها 145 فارسا من فئات البراعم والأشبال والناشئين يمثلون الكلية الحربية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ونادي العاصمة للفروسية ومربط الرعد واسطبل السياني واسطبل نبيل هايل ومركز الحسينية. وأقيمت بطولة الفروسية تحت شعار: خيولنا عودة على صهوة الوحدة والسلام.
يقول لاعب المنتخب الوطني الفارس بلال أحمد الصبري إن إقامة مثل هذه البطولات مهمة بشكل كبير، حيث تضمن استمرار عطاء الخيل وتدريبه، كما تحافظ على مهارة الفارس. وكان يوم سقوط صنعاء بيد الحوثيين هو آخر يوم حصلت فيه اليمن على لقب في منافسة عالمية. وقال التقرير إن اليمن حققت لقب النسخة الأولى عام 2014 في بطولة كأس العالم. يفيد التقرير تراجع الدعم والاهتمام بالرياضة الفروسية في اليمن بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن كانت هذه الرياضة تحظى باهتمام خاص من قبل الأثرياء والرياضيين. لم يجد موقع تايز أونلاين حدثا فنيا واحدا في تايز، رغم أن أهلها كانوا ينتظرون ثمار تحرير مدينتهم من ميليشيا الحوثي، إلا أن ميليشيا أخرى تصدرت المشهد. ذهب الموقع إلى عدن حيث تزدهر المدينة، وعنوان ماريا قحطان تحيي 4 حفلات غنائية في عدن لمدة 4 أيام. وقال الموقع أحيت الفنانة الموهوبة ماريا قحطان حفلا غنائيا مساء الأربعاء في مدينة عدن بساحة ملعب المنصورة بحضور ومشاركة آلاف المواطنين والأسر اليمنية. وقال الموقع إن ماريا قدمت في الحفل عددا من الأغاني الجميلة التي نالت استحسان الحاضرين، وشارك في الاحتفال مواطنون وأسر من محافظات مختلفة. وتشهد عدن عددا من الاحتفالات في الميادين العامة والشوارع، حيث توافد إلى العاصمة المؤقتة أبناء المحافظات الأخرى الذين تمكنوا من تجاوز نقاط ميليشيا الحوثي. النظام العربي بين القمم وإيران، تحت هذا العنوان كتب شفيق ناظم الغبرة مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا: الواضح للكثير من العرب أنه بفضل عوامل عديدة، منها التوسع الكبير في الأنشطة الإيرانية في قلب الإقليم العربي، ومنها الضعف العربي، ومنها الرغبة الأمريكية في منع بروز دول قوية في الشرق الأوسط سوى إسرائيل، انتقلت القمم العربية والخليجية من التركيز على فلسطين والصهيونية إلى التركيز على إيران بصفتها العدو الجديد. هنا جوهر الارتباك في الموقف العربي الخليجي، فبينما يتفق الكثير من المواطنين العرب والخليجيين بأنه توجد مشكلات متراكمة مع إيران، إلا أن الخلاف بين الكثير من الدول العربية يقع في كيفية التعامل مع هذه الخلافات. إن التأقلم مع السياسة الأمريكية في هذه المرحلة والداعية لعقوبات قاسية بحق إيران والمتجهة نحو التصعيد اللفظي وربما العسكري ليست السياسة الأفضل للتعامل مع إيران، لهذا تبرز دعوات للحوار لا تجد لها متنفسا في بيانات القمم العربية الأخيرة. وقد جاء بالفعل البيان الختامي للقمة العربية كما لمجلس التعاون متهربا من مواجهة المشكلات الحقيقية التي تواجه الإقليم طولا وعرضا. وبالرغم من التحديات التي تثيرها إيران، إلا أن المشكلة العربية والخليجية ليست مقتصرة على إيران، ففي الجوهر لا تملك المؤتمرات أدوات حقيقية للضغط على إيران، كما أن العمق العربي لا يملك علاقة متزنة مع تركيا الدولة التي تستطيع خلق توازن مع إيران. هكذا بدا المؤتمر العربي والخليجي المنعقد في مكة استمرارا لما قبله، لا جديد ولا قديم. ونتساءل بعد القمم، هل فعلا يستطيع العراق أن يقف سدا أمام إيران؟ وهل بإمكان عمان أو الكويت وقطر خط سياسة متطابقة مع السياسة السعودية في الشأن الإيراني أو حتى اليمني أو اللبناني أو المصري؟ بالطبع تختلف الدول واحتياجاتها وموقعها الجغرافي ونظرتها للعلاقات، كما تختلف طموحات الأنظمة وطبيعة قياداتها ومدى استقرارها، بل تختلف القيادات في مدى اقتناعها بالحل العسكري أو السلمي أو بالحوار أو بالمواجهة، وهذا يعني تعدد السياسات بتعدد الأنظمة. فيما حرمت ميليشيا الحوثي اليمنيين من وحدتهم في إعلان يوم عيد الفطر المبارك، عاشت العاصمة المختطفة صنعاء أمس عيد فطر حوثيا باهتا، بعد أن احتفل أغلب سكانها بعيدهم سرا يوم الثلاثاء الماضي، اتباعا لقرار الحكومة الشرعية وفقا لصحيفة الشرق الأوسط التي عنونت: عيد باهت في صنعاء وإدانة حكومية لقمع الميليشيات. ورغم محاولة الجماعة الموالية لإيران إظهار مراسم العيد لقادتها ومسؤوليها المحليين، إلا أن الأجواء التي سيطرت على العاصمة ومختلف المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية هي طبقا للصحيفة مظاهر ثاني أيام العيد، بعد أن رفض أغلب السكان القرار الحوثي وجابه حملات القمع المكثفة
ضد المخالفين. كانت الجماعة الحوثية قد نفذت أعمال قمع واسعة في صنعاء وذمار والبيضاء وإب وعمران بحق السكان الذين جاهروا بعيد الفطر يوم الثلاثاء مع إعلان الحكومة الشرعية ذلك. وذكرت مصادر حقوقية أن المئات من السكان تم اعتقالهم وأودعوا السجون الحوثية في الوقت الذي اتخذت فيه الجماعة تدابير أمنية واسعة لمنع إقامة صلاة العيد في المساجد أو إظهار دلائل الفرح والابتهاج. الدولة والجيش والشرطة، تحت هذا العنوان كتب مولدي الأحمر مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. في النظرية السياسية التي بنيت عليها الديمقراطيات الليبرالية الحديثة، يشكل المواطنون عبر عقد اجتماعي الجيش والشرطة ليؤمن لهم كل حسب اختصاصه حياتهم المدنية في مقابل تخليهم كمواطنين عن تأمين أنفسهم وأرزاقهم بسلاحهم الخاص. في سياق الربيع العربي، وإذا ما وضعنا جانبا الحالة التونسية والحالة الجزائرية إلى الآن، تدخلت الجيوش لقتل المواطنين العزل وسحقهم، فخانت ميثاق العهد الذي تخلى بموجبه المواطنون المفترضون عن سلاحهم وسلموها الأمانة لتسهر على حمايتهم. في التجربة التي يعيشها السودان وعاشها الشعبان الليبي واليمني ثم المصري وعاشها الشعب السوري خلال الفترة الأولى من ثورته، شاهد العالم بأسره الجيش والشرطة وهما يقتلان المواطنين ويخلون ساحات الاعتصام بالنار والحديد ويسنون القوانين وينكلون بكل معارض. إذا سحب المواطنون الشرعية ممن يعطي الأمر للجيش والشرطة كي يستخدما القوة ممن أخذت إذن هذه الجيوش الأمر بقتل المواطنين، تقول النظرية المتداولة في العالم العربي الآن إنها الدولة العميقة. وهذا المفهوم كما قال الأكاديمي السوداني عبد الوهاب الأفندي هو الوحيد الذي أنتجه وصدره الفكر السياسي العربي. ولكن ما معنى الدولة العميقة في المجتمعات العربية؟ النظام الذي كان يقوده معمر القذافي وكذلك نظاما علي عبد الله صالح في اليمن وبشار الأسد في سوريا كان لها جيوش لا تقودها التراتبية والولاء للمؤسسة والمهمة الدستورية بقدر ما يقودها الولاء للأشخاص. وفي ليبيا واليمن على الأقل ظهر أن الجيش الواحد كان جيوشا متعددة تعمل تحت إمرة أشخاص ومراكز قوى مختلفة، التبعية الإقليمية والعالمية المتبادلة للاقتصاديات، والدول تكاد تجهز نهائيا على فكرة السيادة، خصوصا البلدان التي ليست لها الوحدة الإيديولوجية والوسائل الدفاعية المناسبة لحماية حرية القرار الداخلي مثل الحالة الإيرانية. عالم السياسة قد يدير عائدات مالية كبيرة ومنافع، لكن ليس في السويد، فهذه الدولة الإسكندنافية تنتهج نهجا خاصا بها فيما يتعلق بالسياسة ورجالها، وهذا النهج هو التقشف، وذلك انطلاقا من مبدأ أن ممثلي الشعب يؤدون واجبهم. ويعنون موقع شبكة البي بي سي البريطانية، نواب البرلمان في السويد ينامون في منازل ضيقة ويدفعون مقابل قهوتهم. قال بيرار نيهاكانسون عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لبي بي سي: إننا مواطنون عاديون، لا معنى لأن يمنح أعضاء البرلمان امتيازات خاصة، وذلك لأننا نمثل المواطنين والواقع الذي يعيشونه. وتابع: يمكننا أن نعتبر أن الامتياز الذي نحصل عليه هو القيام بهذه المهمة والحصول على فرصة لصنع التأثير في توجهات الدولة. ولأعضاء البرلمان في السويد الحق في استقلال المواصلات العامة مجانا، لكن على النقيض من نظرائهم على مستوى العالم، ليس لهم الحق في الحصول على سيارات خاصة بسائقيها لتنقلاتهم. فالبرلمان السويدي يمتلك 3 سيارات فولفو من طراز S80 تستخدم للأغراض الرسمية في تنقلات رئيس البرلمان ونوابه 3. تضيف البي بي سي: الموظف الوحيد الذي تخصص له سيارة بشكل دائم في السويد هو رئيس الوزراء. سيتسنى لحوالي 1 مليون امرأة هندية استخدام وسائل النقل العام بالمجان في نيودلهي في مسعى إلى جعل العاصمة الهندية أكثر أمانا للنساء، وفق ما قالت السلطات المحلية الاثنين. وتعنون صحيفة الحياة اللندنية التي أوردت الخبر: النقل العام مجانا للنساء في نيودلهي، وللمدينة سمعة سيئة فيما يتعلق بسلامة النساء منذ حادثة اغتصاب جماعي لطالبة وقتلها في حافلة في نيودلهي سنة 2012، ما أثار احتجاجات كبيرة.
كبيرة. وقال كبير المسؤولين في نيودلهي أرفيند كيجريوال إن الأمر سيكلف حوالي 115 مليون دولار في السنة، لكنه سيعزز الأمن ويخفض التلوث المروري. وأوضح كبير المسؤولين خلال مؤتمر صحفي سيسمح للنساء بالتنقل مجانا حتى يحظين بتجربة آمنة. وتمتلك نيودلهي نظام نقل عام متهالك، وبسبب تضاعف أسعار بعض التذاكر في المترو في الأشهر الأخيرة اضطر كثيرون للتنقل سيرا على الأقدام. معضلة الإجابة عن سؤال التقدم، تحت هذا العنوان كتب فهد سليمان الشقيران مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: طوال قرن ونيف كان لكل مفكر جوابه حول سؤال التقدم ومعالجة لفكرة تطور الغرب السياسي ومن ثم العلمي، ومعظم الإجابات تنطلق من مخيال معين حول طريقة التعامل مع التراث. ترتبط رؤى التقدم والتغيير غالبا لدى مفكري الإسلام بالنزعة السياسية وبانطلاق واثق من اكتمال ما بأيدينا من محتوى ينقصه استثمار ما بأيدي الغرب والإفادة منه، والعائق غالبا هو السياسي أو السلطة الدينية. لم تكن إجابة الأفغان حول أساس التقدم سوى الامتداد للإجابات السياسية والفقر في طرح دروب تغيير تبدأ من فهم الحضارة الإسلامية وإرثها وإدراك الأعطال التي تشوبها، بل الإجابة تتجاوز حتى سؤال مدى القدرة على النقد لبعض المضامين والمحتويات الموروثة. فالمشكلة تكمن في السياسي والسلطة الدينية والغرب، وبين البروتستانتية والحركات الإسلامية تلبية مشاعر اليقظة والثورة والصحوة. هذه مشكلة أن يكون الجواب عن التقدم منطلقاً من وهم الاكتمال والاكتفاء. لن نتحدث بالاشتراط الذي استنكرناه في فاتحة المقال، وإنما ثمة فقر في الإجابات. من الضروري تجاوز الإجابات الواحدة وتلافي الطرح الخطابي الوعظي والتبشيري حول التقدم والنهضة. ثمة معضلات أساسية اكتشفتها كل أمة في تراثها، والفيروسات لا ترى بالعين المجردة، والحلول الكبرى التنويرية مضللة كالحلول الأصولية الشمولية. ثمة ما هو أعمق؟ أن نفحص بدم بارد عن الخلل العميق. صحيفة الغارديان البريطانية نقلت الاحتفالات التي عاشها المسلمون خلال أيام عيد الفطر المبارك عبر الصور، نختار مجموعة منها لعرضها في جولتنا المصورة، نتابع. المنافسة لم تعد اليوم مقتصرة على الصورة والكلمة فقط، بل دخلت الريشة فيها عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابعه أيضا. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.